احنا اهم نقاط النواب حارسين هما ممثلين الشعب وحارسين باش المواطن يتلقى معلومة صادقة وغير مغلوطة ولتفادي الدخلاء على قطاع الإعلام. وحنا كل هذه النقاط موجودة في القانون الحمد لله، وكذلك نقاط أخرى ما لكي نتفادى كذلك دخول المال الفاسد في قطاع الإعلام باش نطهروا قطاع الإعلام من الدخلاء سواء كانوا ما عندهم حتى علاقة مع الإعلام أو المال الفاسد هذا اللي تغافل في السنوات الماضية. وإحنا بإذن الله بفضل هذه القوانين هادو راح نصفيوا الحالة.